جو جنائزي مهيب رفع فيه الفريق أحمد قايد صالح على الأكتاف ليوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية. مراسم الجنازة حضرها رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة وشخصيات سياسية وضباط سامين في الجيش وأفرادا من أسرة الفقيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. بعلان ماضي وفي كلمة تأبينية عرج على أهم المحطات التاريخية في حياة المجاهد الفقيد الذي لبى نداء الوطن منوها بفضله في إيصال الجزائر إلى بر الأمان. أيها الجمع الكريم، إننا نقف اليوم مودعين المجاهد المرحوم بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح الذي انتقل إلى جوار ربه الفجر يوم الاثنين 23 من شهر ديسمبر الحالي بإقامته العائلية بالنعجة بتراوعك من صحية ألمت به. رحم الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا جميعا وذويه جميل الصبر والسجوان. الفريق أحمد قايد صالح وإن غيبته المنية إلا أنه ترك وراءه جيشا وشعبا سيحمي عرين الوطن وسيواصل على العهد، فأمن الجزائر واستقرارها فوق كل شيء.